السلام عليكم. اليوم نبداو على بركه الله واحد البريوش كيجي زوين وسهل بواحد المكونات بسيطه. وانتم نبداو على بركه الله. عندنا الدقيق كنزيدو عليه خميره معجونه كنكون رطبناها بشويه الماء دافي، كندير واحد شويه الملحه، ندير واحد 3 المعالق ولا 4 ديال الزيت، واحد جوج ثلاثة ديال الزيت، ونزيدو عليهم كاس ديال الحليب، نخلطو هاد العناصر كاملة، ومن بعد نزيدو عليهم شوية الماء حتى تجمع لينا الجبنة. بغيتو تكملوا الجميع ديالها بالحليب جمعوها، بغيتو ديروها كاس ديال الحليب كافي وكملوا بالماء، كنبقاو نجمعوا حتى كتجمع لينا العجينه مزيان، ومن بعد نخليوها ترتاح. ثم بعد ما جمعناها كامله نخليها ترتاح واحد شويه، ومن بعد ندوزو نطلقوها. دابا نتوما العجينه بعد ما خمرات شكلناها كويرات، طلقوهم انا ما درتش فيهم السكر، غندير فيهم الشوكولاط وندير فيهم الفواكه المعسله مع السكر. الا بغيتو تجيبوهم ديروهم حلوين اكثر، العجينه ديروا فيها واحد معلقه ولا جوج معالق ديال السكر. ولا بغيتو ديرو واحد الشكل واحد اخر، كنطلقو على شكل دائري. كناخدو كاس نديرو هنايا في القاع ديال الطحين، ومن بعد نحطو هنا الوسط، نشرطو هاد الجوانب، بعدا نسدو هادو هاكا، كنخليهم كاملين يخمرو. وهادي ملي غادي تخمر غندهنها بالبيض وندير عليها السكر، اولا ممكن ندهنوها بالبيض وديروا لها الكونفيتير الوسط اولا الشوكولاط
كيبقى لكم الاختيار دائما في الشكل ديالها. ودابا نوريكم شكل واحد اخر، شكل الثالث اللي غيجينا على شكل ضفيره. كناخذوا فيه جوج كرات كنطلقوهم على شكل دائري، وكناخذوا وحده كنديروا فيها الكاكاو الحلو، وكنحطوا عليها هذيك الدائره الثانيه اللي طلقناها، ومن بعد كنطلقوهم بالدلاك حتى كيطلقوا شويه، وكنلفوهم، ومن بعد قطعوهم بالموس من الجنب كيف ما راه باين في الصوره، راه موضح الشكل ديالهم. كنبقاو نجرحوهم من الجنب، ومن بعد كناخذوا هذاك هذوك الجنب اللي جرحناه كندوزو طريف اليمين وطريف اليسار، كنخلي واحد في اليسار واحد ندوزو اليمين حتى كنحصلوا على شكل ضفيره، ومن بعد كنخليها حتى هي كنخليها حتى كتخمر، وكندهنهم بالبيض وندخلهم الفران. وكنتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الاشكال، ولا كان عندكم حتى نتوما اشكال ديروهم، المهم هي ان العجينه ديالهم كتجي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد التخبيزات اللي درنا، هادو اللي صايبتهم في الاول على شكل وريضات، درت ليهم البيض والكونفيتير الوسط، وهادو هذيك الضفيره. شتو الشكل ديالها كيفاش كتجي؟ وهذوك اللي عمرتهم بالفواكه المعسله والشوكولاته، كاين شي وحدين خرج ليهم الشوكولاط والاخرين هانتوما كتجيو. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الخبيزات، وكنتمنى الله تجربوا هاد العجينه وديروا الشكل اللي بغيتوا بها، المهم هي ان العجينه كتجي زوينه، والشكل كيبقى اختياري ليكم. كيف ما شفتوا انا دابا خرجت بها ثلاثه الاشكال، ممكن ديروا بها حتى اكثر. هادو اللي بغيتو ديروا عليهم تا الكوك من الفوق، وهادو تاني بغيت ندير لهم سكر كلاصي. وكيف ما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي، والى فيديو قادم باذن الله. كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.